سلام، اهلا فيكم في حلقه جديده من حلقات حظ يا نصيب. معكم نايت. السلام عليكم، معاكم ناني. اليوم عندنا حلقه خاصه بمناسبه العيد، فكل عام بخير وعساكم العيدين السعيدين. عندنا اليوم بوكسين، بما ان العيد فقلنا خلينا نجيب لكم بوكسين ونشوف شنو العيديات اللي بنحصلها داخل. لا احد يسالني شنو داخل، شنو الثيم الموجود، يمكن افلام، يمكن مسلسلات، يمكن جيمنج. ف خلينا نشوف مع بعض شنو بنحصل. المهم عندنا اليوم بوكسين من شركة زي بوكس البريطانية. دائما احنا صار لي فترة اشتري من زي بوكس، شركة ثانية ما قاعد اشتري منها طبعا، ما عدا اللي هو الانمي. الانمي في بوكسات جديدة ان شاء الله بناخذها من اليابان. نني، نعم، اي بوكس تبي نفتح او شيء؟ حنفتح اول شيء الصغيره. الصغيره الصغيره، اوكي يا بنفتح الصغيره اول شيء. هذا هو الصغير، شيل العود حتى الصغير. فخلنا نشوف شنو داخل هالصغير. طبعا مثل ما عودناكم انا دائما ابطل البوكسات من قبل عشان كان افضل، عشان اسرع نبطلها. بس ما تشوف شنو داخل، صح نني؟ ما شفنا شنو داخل، صح؟ زين، فخلنا نشوف الحين عشان تشوف. بسم الله، خلنا نشوف اذا في فانيلا شيء. اوكي، في فانيلا بس تحت محطوطه. لا شيء، في فانيلا. اوكي زين، من التاج لورد اوف ذا رينجز، في ثيم اسمه فانتسي، فأتوقع يمكن هذا الثيم اللي هو فانتسي، اللي هو يمكن الأفلام لورد أوف ذا رينجز، اللي هو بيوتي أند ذا بيست اسم الفيلم، ما أدري. زين، هاري بوتر هو من صوبي، بس ساعتي أشياء بالعكس زينة. ف لورد أوف ذا رينجز، خلينا نشوف شنو الفانيلا شكلها. أوكي، إيه حلوة خفيفة هذه، اللي هو خلينا نقلها. هي واضحة اللي هو جاندلف. جاندلف هو انتهى شخصية اللي هو في Lord of the Rings، شخصية مشهورة. طبعا اكيد لونا ما شاء الله عليها، تعرف حق اللي هو Lord of the Rings، تعرف اكثر مني. بويد على Lord of the Rings تابعتهم. في حين مسلسل جديد بينزل له، صح؟ اتوقع. المهم هاي الفانيلا رصاصية، ماتيريال مالها حلو خفيف. حتى فيث دائما يقول لي الفانيلات زي بوكس وايد حلوه وايد خفيفه. فمهم ما في شيء سبيشل، وراها خاليه. ف هاي المفروض واضحه. المهم فانيلا من لورد اوف ذا رينجز. يا خلينا نشوف شنو نكست. نني انا بطلت له. يلا حاول تسعدني شنو داخل اي شيء. اوكي يبي لنا يلا شيء. اوه حط لي شنو هو؟ That's a rock. هاي مو بروك. هذي لحظة طلع لكم. هاي يسمونه تيكاي ماج، أو اللي هو يشربون فيه العصير. وهذه شكله مال ستار وورز. بعد. أنا ما أعرف ستار وورز صراحة. ما في شيء سبيشل. يلا نعم. نبيك، نبيك، نبيك. أوه. واو. أوكي. أوه، she said wow. ها. أوكي. لحظة، وش ذي؟ كوب. أتوقع أنا كوب أو ماج. من. من مسلسل Supernatural. أوكي، هذه أول مرة أحصل من هالمسلسل. أحب هالمسلسل وايد، تابعت أجزاء كلها، كل السيزونات. أنا وفيث يعني عجبنا المسلسل، بس في شغلة أنا ما بعجبتني في هالكاب اللي هو الإعلام، طبعا الشعار. ما ينفعنا إحنا، ما ينفع حق اللي هو تقاليد ديننا الحنيف، بسبب اللي هو العلامة اللي هو يستخدمونها حق السحر والشعوذة. أتوقع يسمونها سليمان وشيء. ف
أنا هالشيء باجي مني ما أعطيه أحد فقست بطلع. ف شوف شيء ثاني. أوكي. في بعد بقى شيء؟ لمي؟ خلاص؟ أوب. It's yours. تعرفي؟ أوه. Resident Evil. Really? Okay. Resident Evil. Okay. حصلت الكاب قلت شنو ذي وذي بس الحين يوم Resident Evil. Hello. Resident Evil stars badge medallion. هاي medallion. Heavy. Okay. Pose. هالشكل نفس الميدالية عودة. والله أنا عبالي وش هي playing cards أو better. بطلنا البوكس. وحصل هذا الباتش اللي هو حق ستارز طبعا Resident Evil يعني من دون مقدمات من الالعاب اللي افضل العاب اللي انا لعبتها اصلا انا شريت بلاي ستيشن 1 ذاك عشان العب Resident Evil فالباتش اولا من حديد ستيل قلت لحظه انه واضح وايد زين حق فريم تخليه مثلا حق الشلف اللي هو في شيء الرمز اللي هو مجموعة الشرطة اللي هي في Resident Evil Stars أكيد الجميع يعرف تلاحظون Raccoon City صراحة من أفضل الأغراض اللي حصلتها كهالبوكس إلى الآن يعني هالبوكس اللي بطلتها ونني هذا آخر شيء من حديد ستيل ما بطلع من سفنج لأن سفنج عادي زين وما خلصنا من البوكس هذه خلاص خالي فلني يبي البوكس العود اوكي خلينا نشوف شنو نحصل هنا لني تقول اذا حصلت شيء حق يعني حقك تاخذينه؟ انا ما عندي مشكله ف ان شاء الله حصل الله شيء حلو معنا انا اعرف نزي بوكس دائما اغاضه حق كبار تينيجرز ف يمكن حصل شيء ما عندنا حصلنا كنا كاب من اسمه من توي ستوري صح؟ اتذكر إيه بس جلاس يمكن كسر عندك شو بعد يمكن عاد شو بعدين المهم فخلنا نشوف شنو الحين كسر العود خلنا نشوف شو الفانيلا بس فانيلا حصلت فانيلا اوكي فانيلا سودا اوكي كان عندك يا شو اوه I love this one this is Batman كان باتمان مو بأسود هاي أزرق بحلى لحظة صورة Deathstroke Deathstroke اللي هو واحد من الأنميز باتمان صراحة أنا استأنس على هذا الأنمي يعني هو واحد من ماي فيفورت خاصة في ناس يحبون الجوكر جوكر أوكي بس أنا لازم Deathstroke أنا شكله مثل نينجا المهم شوف فانيلا ما في شيء عليها شغلة في شيء بس عادية بس صراحة من أحسن فانيلات اللي من فترة ما حصلت لي فانيلة فدائما أحصل فانيلات على أوزعهم يعني حتى اللي تمنى حصلنا من Lord of the Rings فهذه عيديتي شاش نني حلوة؟ أوكي عاد دون بيك يلا بيك 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 what is that bring nice Ooh, she say, ooh, bring, oh bring. Oh my god, my little pony. Huh? Okay. شنو ذي البوكس؟ بوكس العيديات هذي، صح؟ ايه حق العيد، صح ولا لا مني؟ Yeah. أنا حصلت فانيلا، أنت حصلت ذي. المهم، هذه أظن أنت من الكرتون المشهور هو My Little Pony. تعرفين أنت، صح؟ شنو ذي الكرتون؟ It's about like there's a pony's one. That's me, pony. اوكي انت تشوفينها في نتفلكس صح؟ يا اي واتش ات شنو هي ماجنتيك؟ تو تقول لي كان صح حصل شيء لي هذا يلا يو هابي عليا يلا كل عام وانتم بخير عشان انت اوكي مام كان وي اي ثينك ذا بوك اي لا بوكس اوه اتس وندر وومن اوكي حصلت دي قبل يو جوت اكوامان صح كان مع ايس كان هو اكوامان هذه وندر وومن تمنيت ان احصل باتمان كان في باتمان في سايبر فلاش باتمان او سوبرمان وحصلت وندر وومن في بعد بقى شيء؟ يا تو وي خلينا نشوف الوي الله عليك هاو ماني؟ تو؟ اوه سمثينغ بيج
برينج جرين لانترن. جرين لانترن وبعدين يعطون كل الناس اللي انا مبيهم جرين لانترن. اوكي نفس الشيء اللي هو من جاستس ليج جرين لانترن مشهور، مع ان الفيلم ماله مو بنجاح وايد، ودائما في مايمز عليها ويطنزوا على انه اقل يعني شهرة او اللي هو سوبرير ممكن لانترن. نفس الشيء تركيب مثل ما حصلنا اللي هو وندر وومن هذا حق جرين لانترن. وصافة هذه بعطي عيدية حق اي احد، فتابعوني ان شاء الله بسوي بوكسات خاصة حقكم كهدايا وكعيدية وبحط ديلان، واكيد في ناس ممكن يحبونها. اوكي لاست وان شنو لاست وان؟ يلا ها لاست ثينج لاست ثينج. يو لاف ات. اوكي اوكي يو فيري لاف ات. اوكي بابا بين اوكي I love it. أنا أستانس عليه. سيارة باتمان الكلاسيك اللي هو من فيلم ديتكتيف كوميك. أوه هاي قديم. إذا كان واضح لكم سيارة باتمان، أنا عندي حصلت سيارة من قبل باتمان من أول بوكسي بوكس حصلت فيكم اللي هو السيارة، وحصلت بعد طيارة وأحمل بوكسات أتوقع. المهم هاي الأغراض اللي حصلناها من الكرتونين أو البوكسين، ما بقيم نفس كل ما قال أن خذيت الأغراض كلها حطيتها مرة واحدة عشان أقول لكم إياها، فبقيم بشكل عام. فحصلنا فولينت غاندوف من البوكس اللي هو الأولي، وحصلنا البوكس الثاني فولينا باتمان اللي عليها شعار أو صورة داث ستوك. أنا أول عجبتني تنفع لحق الجو. لاني حصلت له نفس الفيجرينز مال ليتل بوني كرتون، حصلت سيارة باتمان كلاسيك اتوقع هي من تي في شو او من مسلسل او كوميك ما اتذكر. احسن شيء حصلت له الباج مال ريزنت ايفل والشعار مالهم، حصلنا تيكاي ماج اللي هو مال ستار وورز، حصلنا اثنين من اللي هو تركيب من جاستس ليج، اتمنى تحصل لي باتمان سوبرمان بس هلا حصلته. ف مرة ثانية كل عام وانتم بخير وعساكم قاعدين سعيدين. مرة ثانية اقول لكم تابعوا القناة ان شاء الله، بنعلن في الانستغرام في التويتر عن مسابقة او ما مسابقة عن بوكس هدايا بيكون حق المشاركين خاصة في القناة او متابعي القناة فاميليا جيمرز من كعادية لكم، خاصة عندي يعني لغاكم الأغراض اللي عندي كنا محل من كثر الأغراض، فأعطي حق ناس يحبون بعض الأشياء اللي أنا ممكن ما عجبتني أو فأتمنى إن شاء الله لكم عيد سعيد وجزا سعيدة وكل عام وأنتم بخير.